شايفاك اليومين دول بقيت مثقف، يعني بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رانيا. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده يا ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. اعشاب الصينيه؟ اشمعنى يعني؟ لعلمك دي مهمة جدا. يعني مثلا أي حد بيعيا بياخد أدوية وحاجات كيماوية وبتاع، لا 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 لا، الأعشاب الصينية دي أعشاب طبيعية جدا. يعني عارفة في الصين أي واحد مثلا بيكون عيان أو حاسس بأي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفة أعشاب صينية، ياخدها ويخف ويبقى 100 100. عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعة. يا سلام. أمال إيه؟ أمال أنت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم إن هم باينين إن هم قصيرين لكن صحتهم كويسة وعاجة وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. دبني بقى، طالما انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي، متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسه انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الأعمار بيد اللي ما تدقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله شكرا. ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي، ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشة معاك في خيرك، عايزة تخلص من أمك بأي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجة؟ حماتك عادت أمك. مامتي أنا النسمة الرقيقة عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها، ضمك تعدي قبيلة بحالها أصلا. يا بنتي أمك حاطة مناخيرها في كل حاجة في البيت، فطبيعي طبعا إن هي تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ أهي قاعدة في أوضة مجيدة ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقه الجيران؟ ما انت عارف ان شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه. تعالى يلا بينا، يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. هي ياسمين، هي ياسمين ايه اللي معادك هنا؟ مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك، على اوضتك، على اوضتك، على اوضتنا احنا، ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت، روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضتي اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه يا رعايه وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايضا نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. يا ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بتاكل؟ ربنا يهديك انت يا شيخه. انتوا بيكوا نفس تتخانقوا يا جماعه، حرام عليكوا، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت اصلك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا. يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية، أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه، الأعشاب الصينية. إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب.
محدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منس ايه. سنس يا حاج، سنس يعني شويه مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. والله انا معايا لسه فيها شويه اعشاب صينيه، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبه قوي، ده فيها حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعه واستناك. ماشي يا بس بقول لك ايه، انا في عندي خلطات جاهزه احب انك تاخد فكره عنها. يا ريت، فرجنا عليه. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من عشان لا لا، بص يا حاج، الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ قالك انت بتستهبل ياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه. يعني قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان خالص، اتكل على الله غول من وش. يا دول انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول ايه هوف دي؟ هوف دي يا معلش، ما انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البانجو ده. سيبوني، ده مش بانجو، انت قدام على الدفع. ماشي قدامي قدامي قدامي. عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دوله؟ مش عارف. مش كلينا حتة. ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يلا حتة وكده؟ بس يلا يا رمزي، عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر، يلا مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا، الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل. المهم امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تديله خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعي لي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، ما فيش حاجة كده ليا. ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دولة؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده، هو بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليه يا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانيه اعالج لك بيها الامراض. يا ماما عامله ايه؟ يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبه، عامله ايه النهارده؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيره؟ لا الف سلامه ليكي يا ماما، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء إيه؟ خدي ده بسرعه، روحي اعمله لنا في شويه ميه وقلبيه وهاتيه بسرعه. ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفه مهمه جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي باذن الله. هاتي لنا كوبايتين بس بسرعه. يلا يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، انا مش هقدر اخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، انا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجه تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، انا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطه اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. ايوه يا ابي،
بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. ها دكتور، هما الدكاتره يحطوا مناخيرهم في كل حاجه كده يا ماما؟ دي عايزه مفهوميه وعايزه عقل، والمفهوميه والعقل عارفين فين طبعا. يعني انا مش عارفه ليه انا مش مطمنه لك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديكي حاجه وحشه؟ الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. اخبارك يا حته؟ ازيك يا وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه، معقوله بالسرعه دي؟ يا دول يا كبير يا كبير. يا جماعه يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجه يعني. الحمد لله. وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعيه اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا ادويه ولا كلام فارغ من ده يا معلم. الله عليك يا دوله. ايدك يا بوسه يا استاذ عادل. لا لا لا، استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا في ايديك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت، يعني مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طافت فوق السطح هتسوي الهوايل. طافت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طياره. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. عارف العيا ده كان غم ونزاح، والحمد لله. الحمد لله العافيه يا ماما، دي حاجات بسيطه. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعقل. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه الايه ده. يا جماعه يا جماعه، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيه تعمل لي خلطه كده للذاكره، عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب، ده كفايه عليك الثانويه العامه. على رايي كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه، يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي اعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحله الجملاك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا؟ يا نهار اسوى على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجه معاكي. السوشو دولا تشانجيانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل.
واحده واحده ارجعوا كده اهو صف كله مش عايزين هرجله. تعال انت يا حاج كده علشان نلحق. النبي يا ابني شوف لي حاجه للكبد احسن تعبني قوي. الكبد تعبك قوي. الكبد الكبد لا ده الطحان ده اللي هو زي الكبد اهو. خد يا حاج دي خلطه مخصوص عشان الكبد معموله من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقه بقى. وايه يا معلم خد دي هتاخدها 60 مره في اليوم لمده اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطه اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنه على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركه ويكتر من امثالك. مع السلامه. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حماده ابو قصه. ابو قصه؟ بص سيب شعرك يعبر عنك مش محتاج تعرف نفسك. واضح القصه طبعا تحت امرك. المشكله ان شعري ما بقاش زي الاول. اكيد طول. ما بص البني ادمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص. اسف. مشكلتي يا بص ان شعري بقى مليان قشر والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوا بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه. اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم. انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. ده شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها تقعد تدعك في شعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه. ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوه. شمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش هتخليك خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوك الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر. يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العفو. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. ايه في يا حته؟ الناس بتسأل عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني اكيد حد وشى بيا مثلا لعب في دماغهم. دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش وش ايه بقى وشايه ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي 3 منهم في حاله خطره وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته. اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم. ده دولة ابو الطب يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا نفسي ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده اهو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دولة؟ عشان تبقى نار على عالم يالا. الجدع النصاب اهو يا جماعه يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعه. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. ولا ولا اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي وحطيت الخلطه هنا. يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده
لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ني 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 وانا تديني الدواء يخليني انام على طول، وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس. يلا بينا يا رجاله ناخدوا حينا منهم. يلا مش هسيبك النهر. بس بص يا بالراحه يا سناء بالراحه. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ولا ما تحترم نفسك يا لا، ايه بتعاكس اختي وانا قاعد؟ يهبل يهبل كان جرح قلبك، سيبه في حاله حرام عليك، ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترق له حاجه هو كمان تخففه. يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 لا، اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس. ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي علالي السكر على الاخر. اه ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي بحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر اموت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجدير بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص؟ يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه. رانيا مين اللي كسر ازاز الحمام كده؟ هيكون مين يعني يا عادل؟ خمن كده. ايه الشعب عمل ثوره على الحمام وكسر الازاز ولا ايه؟ لا وانت السند ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب، يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي، ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وقعت عليهم زنازين وبراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل بس يا هبل سجن بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم، قول دلوقتي في حد داسلك على دين؟ ولا ولا ده انا دوس على ديول عيلتك كلها. شباطش شباطش يا ده شباطش. امال ايه بس اللي معشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا قد هما دول. الناس دول كانوا كل يوم بيبعتوا لي 4 حتت لحمه، النهارده بعتوا لي 3 حتت لحمه بس. ايه ده 3 حتت لحمه بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجي لي تقعد كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه سريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا حب يضربك بقى. لا 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 لا. خش يا صرصار خش يا صرصار. ايه هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي يا ابني مالك في ايه؟ لا مفيش، مرات عمي بس اسلمها الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت ابو رانيا، ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده وش الحقيني الحقيني. ضرب مربح. انت لسه شفت حاجة يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد الهفا اللي اسمه عادل؟ راح الشغل.
مرات عمي والله العظيم انا دولة وحشني والله. انا اروح له دلوقتي علشان نار دولة ولا جنة الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو ماشي. خد يا صفاء. بابا ستو ناولين المقاشة يا نعم ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده اهو. ونرفس ونشوفك يبقى نرفس. وعارفة ولو الواحد كان نرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تيو تري جونتي. طب ما تقومي كده بقى قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي ثلاث حتت وليه؟ بس الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا لكن انا مالي. وانتوا هتورثوا 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 عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ انا اللي قلت كام. انا اسفه انا اسفه ان انا قلت كام. هي الوليه دي تبع مين امال؟ حبيبي حبيبي تبعي انا انا انا. انا خلاص تغلط براحتها جميل. انت قمر يا عسل وطحينه وهاتوا بقى ايه عيش سخن ونغمس. عارف يا بابي انت عارف ايه؟ النفقه بتاعتي اتقطعت. هو يا هو يا هو مين اللي قطع امال؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى؟ وانتوا قلتولي انتوا قلتولي ولا قلتولي؟ اللهم انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي. اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس ها يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يوقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي بابي. وانا برضك بابي يعني. وهقفلها بقى وهقفله. طب وهقفله فين الراجل ده؟ هو عنوانه سبع شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ روح شارع البرانسيون يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قراية الفاتحة وبيعمل لك ألف حساب. ألف حساب؟ وألف وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات وتجارية ويلا. يا ماما مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء مش معقول كده. عايزه اقولك حاجه. رضا الممهات اهم بكتير قوي من رضا البابهات. اسمعي كلام ماما. سناء لو انا كلمته مش هيسمع كلامي ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني. يوه منطقي منطقي منطقي. بس كده النمره حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم رودي. رودي يا جسمه رودي يا دور رودي يا رمه رودي وانت هتضطر هتزقك كده. جزمه رمه لكن تهزقني لا يا شيخه بقى. كرامتي يا ماما. هي دي يلا. الو ايوه يا منتعي ممكن اكلم بابا؟ يا زفت الدين المدروقه يصطادوها من على الحته شمشم. انا تجيبني من على الحته بشمشم. انا ما بتجيبش بشمشم يا ابني. لا ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. بابا بموت يا بابا. بحتضر يا بابا. مش قادره يا بابا. انا سخنه درجه حالتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا. ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه اسمعي. خد سبرينج بابا. استنى استنى كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. لما تصل عشان اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايلك طيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام حنين يا نينو. بيحبني قوي اصله. بابا فينك بقى بركات وفينك سعيد يا عمي سعيد. سعيد وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك بابا خش في الموضوع.
ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. وسمعت طبيب ولا ايه؟ وانا بفعلك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي سعيد. طيب خد يا بنت، خد يا بنت انت يا مترنك، يا مترنك اخضر تعال خد. مش فاهمة حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمة للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل، لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روح يلا روح على دوبك اجري، ومش عايز حد يروح. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طيع مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طيعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكه وبنسدد في ديونها لغايه دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع وراي المثل يا قرع رخ رخ على مطرت بنت خالتي. امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق، عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع انت عارف، منطعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك، عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجاير والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ الله، هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، انا مالي يعني، جدي يقلب ابويا انا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي سلام سلام. ايه دولة، هو بابا ستو ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. الا طب وانت دولة بقى هتسكت ولا ايه؟ مش اشكالة انا اسكت ولا ما اسكتش، المشكلة ان بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي المشكلة ان هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عايز ابعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده، انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جاي من فرنسا ولا ده مسبوغ ولا ايه؟ ده فاشون شوز يا حبيبي، ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوة امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكه دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت انت كلتي من ايد المدعوة امراتي مره واحده وحصل لك كده؟ انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حراميه يا نور، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي قلفته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظه بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعه كازله والسونسيال والسلسله. السونسيال والسلسله؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زباله، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى حبيبي، انا مش ماشيه من هنا الا لما اخد حق جوزي على داير مليين. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلوب تيجي معايا سكه، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس. ايه ده ايه ده دولة، معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خاف تتحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال ابويا بس. يلا يا رمزي بس، يا بص يا ست معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحه استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟
قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى ايه يا عم، بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانة في بقك. حضرتك والله انا في غاية الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر على فكرة. احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظة واحدة، حضرتك محتاجة كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه ينتح جنيه. بسيط اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه وفي 1000 جنيه زيادة علشان لو حصل اي كدب ولا حاجة وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكو علم، ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. الحمد لله خرجتك من الأزمة. هو ندولة ابقى اتعلم بقى حاجة مني بقى يا دولة بقى، الأمانة سر النفاق. أنا بحبك قوي يالا رمزي، أنت جميل يالا. ربنا يخليك يا دولة. أنا على فكرة ماما كانت بتقولي كده برضو، كانت بتقولي يا دي يا رمزي أنا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا رمزي، انا مفروض بقى في حاجه زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبه كبيره. مفروض اضربك؟ طب ايه رايك بقى رمزي، انا مش هضربك. لا يا دولة، لا ما تقولش يا دولة اضربني بقى وخلصني يا دولة والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دولة اضربني بقى، اضربني اضربني. مش هضربك يا رمزي، مش هضربك وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه. وانت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ هات يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجة اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجة؟ احنا ما خدناش بينهم حاجة لحد بص. شفت الساعة دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده، الله، وريني كده. ايه ده يا عم، دي الساعة دي ب10 جنيه وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات بس. يا اهبل بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب من كل حتة، يعني عرب من ليبيا ومن الخليج وعرب، وعايزين عرب من المغرب. انا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. يا حبيبي واللي له شغف حاجه يعملها، واللي حصاني كسرني، واللي فسحني كسحني. حبيبي ايه الوليه يا عم اللي انت جايبها وعايزه مسمار في لسانها ويعني وزغبط ولولولو وحبيبي ايه ده؟ بص يا بابا جدو، احنا اللي لينا حبيبي خلاص اخدناه خلاص. يا سلام وخلاص. طب وبنتي والنفقه وقفلها؟ عشان النفقه عدها المحاكم، تروح المحاكم هناك في القاضي. يا قاضي يا قاضي حبيبي. وفي قاضي وفيني ومحاكم وعيلتين، وعيلة واطية ويروحوا محاكم وبوليس لا يعني بص احنا بص نلعب دومنا على الفلوس، واللي يكسب ياخد الكرشينة ويلا. ايه اللي انت بتقوله ده يا باب؟ يمكن نخسر. مين اللي يخسر؟ ده انا مرة وانا في المغرب وكان في 4 سحرة وجم لعبوني وتعبان ورحت اخد تعبان ووديته. طيب نعمل ايه يا منفع؟ لعبه ده بقى راجل اعمش، يمكن نطلع بالشقه. عرسه جت في البيت، عرسه جت في البيت يا بابا. انا عرسه بقها. يلا العب. يلا يا حبيبي يلا، خد سيف وكمان سيف، هات الواد. الله، ده شبهك بالظبط يا بابا ست. بص مين وبعدين منطقي، هنعمل ايه تاني؟ العب على البت في الحلم دنيا. دنيا بنت اختي. جدني دخلت بقى تاني. خد سيف. السيف سيف ابن اختي. خد سيف. هات البت. هات البت.
كويس بقى ان الواد جه الاول عشان يشكمها البت دي. صحيح انت ده بتقدر حرق دمي. اسكتي شويه مفيش غيره. يلا خد سيف. سيف كمان. سيف وسيفه كمان. هات الشايب. شفت يا منطعي؟ احنا بنتقطع. انت حبيبي لوحدك اللي بتتقطع عشان انت موكس. اوعى انا اللي هلاعبه. خش عليه. هات الكوشينه حبيبي. طب ابعدي طبعا عشان الحاجات دي فيها حاجات ممكن تسرق يعني. وعايز الكوشينه وانا هلاعب واحد ست. وهاتي طيب وهاتي واحد على قدك بقى وهكسبك. هكسبك برضه. يعني وده كرم الضيافة عشان احنا كرم الضيافة او كرم الضيافة. وهاتي سبعة ترفل وهغلبكوا ان شاء الله. احنا اللي غلبنا حبيبي. هقطعه ما انا منطعي. ودي طيب ادي اهو حقك ودول بتوع علاوي. يلا العابي طيب. عايز حقي. اصبر اصبر اصبر. العابي العابي. امسك دي. ايوه كده تعدل لي حبيبي. هاتي خمسه ست. ايه هاتي خمسه. طيب طب خمسه ست. هاتي حبيبي. هات يا روحي. خد يا سعيد. خد بين اغنيا. خد خد عشان تشوف بيها ال يا سعيد. خد خد يا سعيد. هاتي ايه يا حبيبتي؟ عندكم حاجة تانية لسه ما خسرتوهاش يا بابا جدو؟ هاي خمسة يا قلب. خمسة وخمسة في وشك. اه حبيبتي. كسبنا يا سعيد كسبنا. بصي يا نعم ما عندناش غير التلاجة بقى. احنا هنلعب على التلاجة و يلا. لا يا بابي انا هلعب على ده. كان هداهولي المحروس. هلعب عليه يا تاخديه يا تخسري كل حاجة. هموكس كنت بتهاجيها حبيبي عملي لفيف. ماشي بقول لك ايه يا حبيبتي انا ما بحبش حاجه جوزي تبتبره في ايد حد غريب. يكسبه يخسر كل حاجه. اه ولو خسرتي يا حبيبتي هناخد الباروكه. فرصه يدبسوا في قصتها. يلا عايزه ايه؟ حاضر حبيبتي. ها حبيبي. العسل سمحت والله بس عشان ما اعرفش امشي. وهاتوا الفلوس كلها والا الباروقه. الا الباروقه. اوعى اوعى ولا امشي. اوعى الحق يا سعيد. اهلا اهلا. ازيك يا بابا؟ بابا انت خليت فيها بابا. طب وانا مالي؟ طب يا بابا طيب انت مالكش دعوه. انما جدك جدك السوسه ده الله يجازيه كسر شمختي وعر راس منطعي. يرضيك يرضيك يا استاذ عادل. العيال يزفوني في الشارع ويحدفوني ببذر الزيتون ويقولوا الوليه المهروشه هي الوليه المهروشه هي. ولا 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 اسبوني بقى. انت مالك انت مالك؟ يرضيني ما يرضنيش طبعا يعني. طب وانا اعمل ايه؟ طيب خدوا كل حاجة ورجعوا لي كبريائي. ده شعر المرأة يفقد جمالها. يفقد ايه الانتخابات اللي دخلاها دي؟ عارف عارف يا عادل انا من ساعة ما خدت الباروكة بتاعت منطعي والله يا ابني ما انا عارف ابصلها من انهي ناحية. انا لو منك يعني ما بصلهاش يعني. طب حضرتك يعني يا بابا بص احنا ممكن نرجع لها الباروكة ونرجع لها كبريائها واليفط وكل حاجة بس عندنا شروط. انا موافق على الشروط بس ارجوكوا رجعوا باروكه منطعي. حاضر يا بابا هرجع لها الباروكه ورجع لها الكبرياء ونشوف العيال كمان اللي كانوا ماشيين وراها وبيقولوا كانوا بيقولوا ايه. الوليه المعروشه هي الوليه المعروشه هي. ولا 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 انت تعرف مين العيال اللي عملوا كده؟ ايوه دول لما انا كنت معاهم. كان زمانكم صيفتوا السنه دي في الحمام.
ايه يا طنط؟ في يا طنط حياتك عامله خير فينا يا طنط انعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ ايه الشرف ان احنا نزل فيكوا؟ ده الخير كله ان احنا نزل فيكوا. مامي ايه رايك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن. ده اللي انتوا فالحين فيه كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشه عشان انا مش ناويه احط ايدي في اي حاجه في المصيف. سناء يا حبيبتي المصيف ده يعتبر الاجازه السنويه ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعده في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بيتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياه يا حبيبتي. اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان كان فعل ماضي اما تسيبه في حاله. تي تي تي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكره انا معايا مفتاح شاليه واحده صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفه هو مكانه فين. وان شاء الله احنا هننام في المفتاح ولا هننام في الشاليه يا ماما. انا نازل بقى يا جماعه. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضاره بتاعه الميه دي عشان تعرفها، يعني الواحد بيحب يتفرج على الاحياء البحريه تحت الميه. هتتفرج على الاحياء الشعبيه ان شاء الله؟ وانت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ انا على طول بحب اتفرج على الاحياء البحريه ما بغطس. يعني فاكره اخر مره صيفنا فيها؟ ايوه حبيبي كنت في الاعداديه. بصرف النظر مش لما غطست طلعت لكم معايا حله محشي؟ على كده يا ميه حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل؟ دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ إيه يا رمزي؟ يا رمزي؟ مالك يالا؟ الحالة دولة أنا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولة. ده إيه اللي زي ده؟ وهنا يا دولة بيوجعني. ده المخي. لا ده مش إشكال. ممكن يا دولة أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا. دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولة بقى لا. خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقولة كنت فين؟ اصل صحيت براحتي بعد الصحاني هما لون دي اخر ليه ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينة؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله وحد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. وربما بقى سافرت معاهم خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة وعربيات النقل دي، قعدت انفخ فيها يا معلم لغاية أما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي. دي الفلوس بتاعتك أهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولة ما يعني دولة ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعني. دولة بص يلا، عارف عادل ادهم؟
الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يا لما كان بيقول لك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دوله فاكر؟ مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دوله. مش تعمل زيي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم ستة بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكرة انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنة بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين؟ رانيا حبيبتي دي صفقة العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال 500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 ايام مش اسبوع. يا سلام، دي بقى كل امنياتي. ويوم الحد تجنى يوم اجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع البس نظاره البحر بتاعتك؟ طبعا يا اعز بناتي. ابي عادل، وانا كمان عاوزه. بس بقى كفايه طلباتي. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطه. توحشيني يا راني. بابا انا لابسه المايو تحت الهدوم عشان اول ما اروح البحر على طول. برافو عليكي، برافو ياسمينة. يلا باي 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 الغتيت اللي جاي دلوقتي ده. ايوه دولة حبيبي. ايه دولة بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولة. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمز. ايه دولة بقى، ما هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده اهو يا دولة. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا. ليه دولة بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه يا دولة، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البيت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه يا دولة، ما ابوها سالني يا دولة برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. دولة طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى، لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. ايش يا دولة عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. طيب بوجتك معاك يلا، ده انت مستعد يا ايه دولة؟ قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولة كده لا ارى كده لا تفهم. اخيرا سريري. يا بيت لوحدي انا والسرير، انا وانت يا سريري دون عزول من الامس. اهمس اليك وتهمس الي حتى نملا الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار ابيض، ده انا هيطلع مني كميه اشعار. يا خبر ابيض، وانام براحتي ومحدش معايا. انا وانت يا سريري من الامس. الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه.
يا مزمزل انا ما سالتش الساعه كام، انا عايز اعرف اسمي برضه. هتقعد تقول لي الساعه كام؟ بص بقى من الاخر انا معجب بيك. وحضرتك مرتبطه؟ طيب يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعه كام؟ ولا بيكلم مين يا دولا؟ لا لا لا، ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل؟ يالا الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عم مكتوب باسمك ايه، هو ابنك انت بتشوح. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا انا طلعت لك بقى من الثلاجه فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا عشان نوفر. صح يا صح. تخرب بيتي انا ليه؟ تخرب بيتي ولا ارجع البازار؟ انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسن. صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل ادي يا فتحي. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدوا الافلام. اكيد يا معلم، جبنا فيلم ثلاث شورتيات في ورطه. الله الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ ايوه يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القط. الله الله، ده بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن نسبرجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. ده احنا ايه فضل ده يا حيوان. نعم نسبرجر جه. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك ايه يالا؟ انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما طردهم انا. يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديقك فين صباعك؟ اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اعمل ايدك كده يلا. اي 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 استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير رمزي. يا سريري يا سريري. دولا دولا ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. يا دولا بقى يا دولا بقى وتخبط نفسك. يخرب بيتك حسابك يا رمزي تقل. عايز ايه دولا؟ انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووف يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانيه كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح انصح. تعمل ليش اقلبات؟ والله ما انا سايق. اللي اقول عليه يمشي يا فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده في الصلاه؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو؟ استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله، اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات عين على ما تفرج. لا بس 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 ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف انا. مش هي دي الشرايط؟ ايوه.
انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي ماشي يا دول. طب دوله انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. طب واشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح اغسلها يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تتطين زي ما هدومكم طينه كده؟ ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه، خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا، احنا بتوع البكيا. لا متشكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعة يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين. بعدين؟ وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي ديك وقبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده؟ انتوا بتبيعوا الحاجة اللي في البيت يا حرامية؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهة يا دولا، ده انا بفكر اغير الانتريه. الانتريه كمان؟ يا عم. اطلع بره يلا. اطلع بره. غسيل بتاعك. بره يا حرامية. يلا بره يا حرامية. بره. دولا بص بقى، انا كده كنت همشي يا دولا، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي؟ بتسرق بيتي يا حرام؟ اطلع بره. ماشي بره. دول. اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول. بره. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو. ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطام وبقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله، حقكم عليا. احنا غلطانين، سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقيه، وكل العرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فاتلك كلب ولا كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي، وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شمها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. ده
انتوا ملكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كان لينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعة يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جرايسر راجل بيهرج معاكي. انت مالك؟ انت قصدك ايه يا رانيا؟ في انا مش قصدي حاجه، انت عايزك بضحك ولا ايه يا سناء؟ يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اغرسي انت خالص، انت ما تتكلميش معايا يا حبيبتي. لا ده هو الله أكبر، الله أكبر، يا سلام، والله وحشتوني.